بعد خروجه من تدمر إلى ريف إدلب بسبب ظروف الحرب، كان لقاؤنا الأول مع الطبيب محمد عمير. رحلة عناء طويلة ومخاطر الطريق كانت كفيلة بأن تغير له حياته وتدفعه للخروج من بلده سوريا، لكن ما شاهده من آثار لقصف الطائرات ونتائجها على البشر والحجر دفعته للبقاء ليكمل مهنة أقسم في رسالتها على مساعدة البشر. فلم يستطع أن يقف شاهداً على ما يحدث فقط، بل قام بالتطوع في مركز للمعالجة الفيزيائية لإصابات الحرب، يساعد المرضى ويعيش أوجاعهم، ولساعات عمل طويلة دون كلل أو ملل. أنا الدكتور محمد عمير من تدمر، جيت لهون لقلة الكادر الطبي في كل الاختصاصات وخاصة المعالجة الفيزيائية. جيت لهون مشان مساعدة أهلي الموجودين في إدلب، والحمد لله جينا بمساعدة الخيرين أنشأنا المركز ولو بشكل متواضع لمساعدة أخواننا المتأثرين من آثار الحرب. بالنسبة لأخواننا، لشعبنا، لأطفالنا، بدأ الإقبال بشكل كبير لقلة ونقص الكادر الموجود في مدينة إدلب. لم يلتفت محمد إلى العروض المغرية التي جاءته من خارج سوريا ولدول فتحت له حدودها لكي تستقبله، فتلك الشهادات المعلقة على جدران عيادته لم يحظى بها إلا بعد جد وتعب، ولم يشأ أن تجني ثمارها بلاد تعتبر غريبة عنه وغريبا عنها. احنا أخذنا الشهادات مو مشان نهاجر لأوروبا أو لغيرها، الشهادات لازم نستغلها لمصلحة أولاد بلدنا. لو بدي أطلع على برا، خرجت برا من زمان، والسبب الرئيسي اللي خلاني موجودة ببلدي هو أولاد بلدي. أولاد بلدي أحق. عندما أشوف هالطفل الصغير غير قادر على الحركة، أو الكبير غير قادر على الحركة هاي، أو بريق الفراش، هالشيء هاي بزعجني وبزعج أي إنسان آخر. كيف إذا بدي أكون كمهنة إنسانية كطبيب؟ مشان هيك من المستحيل أني أترك بلدي وأهاجر للغرب. أولاد بلدي أحق بعملي من الغريب. محمد ليس أول طبيب أو آخر طبيب رفض مغادرة بلاده، فبسمة على وجه طفل ودعاء من رجل مسن وأغلى له من أي قيمة، في وقت قد خرج الكثير من الأطباء وتركوا بلادا هي بأمس الحاجة لهم.